خدعوك فقال نحن سنظلم المرأة. احنا هل وجدت المرأة كرامة الا في الاسلام؟ انا عايز اقول في مجالات سبقت فيها النساء والرجال. احنا معانا في المسجد النساء، كل اختي تطلع القلم وتكتب بقى مجالات سبقت فيها النساء والرجال. اولا، اول من سكن الحرم رجلا ام امراه؟ رجال. اول من سكن الحرم رجل ام امراه؟ امراه. من هاجر؟ امه اسماعيل. هاجر دي كانت منين؟ بلديه. ابنها اسماعيل جد العرب، صح؟ يبقى المصريون اخوان العرب رغم انف انا خال، رغم انف. واحنا نقول في مصر الخال وارد. وانا جزاكم الله خير، صلى على المصطفى. اول من سكن الحرم الله، امرأة من؟ خديجة. أول من صلى خلف النبي على الإطلاق رجل أم امرأة؟ امرأة. من؟ خديجة. أول شهيد في الإسلام رجل أم امرأة؟ امرأة. من؟ سمية. الله. وعندنا سورة في القرآن اسمها النساء وما عندنا سورة الرجالة، صح؟ وعندنا في القرآن سورة باسم امرأة اللي هي مريم، وعندنا في القرآن سورة نزلت بسبب شكوى امرأة اللي هي المجادلة أو المجادلة. وضرب الله المثل للرجال بامرأة، المثل في الصبر والثبات بامرأة من؟ فرعون أنسية بنت وزاح. فضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، يضرب مثل بامرأة للرجالة عشان يتعلموا الرجولة والثبات والصبر واليقين. أوصى النبي بالمرأة كأم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ثلاث مرات، لأنها حملت وكادت أن تموت، ووضعت وكادت أن تموت، وأرضعت وسهرت عليك، فثلاثة بثلاثة والجزاء من جنس العمل. وقال السيوطي: فإن النبي قال أمك ثم أمك ثم أمك، كرر للتوكيد لاستهانة الأولاد بالأمهات. أمك، أوعى هتروح في داهية، أوعى. لما تعمل غلطة أبوك يعرف ويمسكك من قفاك كده وينفضك، تقف قدامه زي الأبد. أول ما أبوك يخرج بتطلع غيظك في مين؟ في المسكينة دي. إيه؟ هو كل حاجة زعقني؟ أنا سكت عشان أنت بس؟ يا ولد مش باعت. يعني خدعوك فقالوا سنظلم المرأة. لا، ده النبي وفيك عين تطرف مت وانت شهيد. قال من قتل دون عرضه فهو شهيد. الله، في اكرام بعد كده؟ ما يدس المسلمه على طرف وانا عايش، لو مت عشان احميها ابقى شهيد. اي اكرام؟ خدعوك فقال. اصل الجماعه دول لو حكموا بلاد الاسلام هيذلوا المرأة. يا على اصحاب اللحى دول بيكرهوا النساء بشكل. هما بيقولوا عندنا كده. فاكرين الواحد فينا لما بيروح بيته بيقول لزوجته نعمتي مساء يا امرأة؟ تقول له بوركت يا بعلي العزيز، أحضر لك فنجانا من القهوة؟ قول لها بلى بلى، هلومي هلومي.
كده. يقول لك الناس دول هيحرموا تعليم النساء وهيحرموا عمل المرأة وهيفرضوا النقاب بالقوة على كل امرأة. من المجنون الذي قال هذا؟ هل تعليم المرأة حرام؟ لا، يجوز للمرأة أن تتعلم علوم شرعية وعلوم دنيوية بشرط أن نضبط المسألة التعليمية. مش ممكن يكون في تعليم من غير اختلاط. نضبط المسألة وتتعلم. معظم زوجات الدعاء معهن شهادات عليا لما تجوز طبيب ومتجوز خريجة آداب يعني كلية الآداب ومتجوز خريجة ألسن وخريجة أصغر وكذا وكذا. عندنا أحد العلماء اسمه الدكتور سيد حسين العفاري، تعرفوه؟ له مؤلفات كثيرة، ابنته معيدة في الجامعة. لسنا ضد تعليم المرأة تتعلم، بس ضد المسألة التعليمية بالشرع. وسيحرمون عمل النساء. من قال هذا؟ انا اسال سؤال، هل يجوز للمراه ان تعمل؟ الجواب نعم اذا احتاجت للعمل. امراه لا تجد من ينفق عليها، كيف تفعل؟ تتسول، تاكل بعرضها، لا تعمل. اذا احتاجت للعمل او احتاجت هناك أعمال لا يصلح فيها أصلاً إلا النساء. هناك أعمال أفضل من يصلح لها النساء. أنا عايز طبيبة في كل تخصص، حتى إذا مرضت ابنتي أو زوجتي ذهبت بها إليه. عايز مدرسة في كل تخصص عشان تعلم. إذا احتاجت للعمل تعمل، إذا احتاج العمل إليها تعمل بشرط أن تخرج بثياب العفاف وأن يكون العمل حلال. خدعوك فقال إن احنا هنفرض النقاب على كل مسلم. من المجنون الذي قال ذلك؟ إن كان النقاب أصلاً من المسائل المختلف فيها بين أئمة الإسلام قديماً وحديثاً، أنا أقول بفرضية النقاب وزوجتي منتقبة، لكن أتأدب بأدب الخلاف مع من رأى من العلماء أنه فضيلة وأمر حسن. وتعلمنا أن المسائل المختلف فيها لا إنكار فيها، ونتأدب مع بعضنا بأدب الخلاف. بل الحجاب أصلا لن يفرض بالقهر، بل بالدعوة إلى الله، بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الرفيقة اللينة. هذا ديننا. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله ان الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. بدين ورفق، بكلمه طيبه،